كيف أقضي العيد داخل السجن؟ عاد في زنزانة، بيقضي العيد في زنزانة. هل تتمكنون من زيارته في أيام العيد؟ هو طبعا احنا ما بنزورش يوم العيد، لان يوم العيد الزيارة فيه بتبقى زحمة جدا، ما فيش، عبارة عن دقايق معينة، ويعني مش زيارة. هناك احنا حديث دائم ومتكرر من أن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات كبيرة من قبل السلطات الأمنية، فما حقيقة هذا الأمر؟ طبعا كل شوية تفتيش، كل شوية قلق، حياة مش مستقرة طبعا. حتى هم في زنزانة حياة مش مستقرة، أنتم يعني حينما حتى هم ايوه اتفضل حضرتك. تتقابلون معه، ماذا يقول لكم محمد؟ هو يعني طبيعة محمد من الشباب الصابر جدا، يعني فهو محتسب، نعم. هو محتسب يعني، وبيتمنى الأجر من الله إن شاء الله. بإذن الله. أنت تحدثت عن معاناتكم في غياب نجلكم، في حين أن البعض الآخر ينعم بالحرية ولكنكم تعانون في تلك الأيام، فماذا تودين أن تقولي حيال هذا الأمر؟ يعني المفروض يعني الشباب اللي في المعتقلات ده شباب رأي، يعني في أحكام جائرة جدا، يعني الأحكام اللي واخدينها أحكام جائرة. فين المنظمات؟ فين المنظمات الدولية؟ فين حقوق الإنسان اللي بنسمع عنه؟ هل كتير ترين بأن هناك تقصير بعض الشيء من المنظمات الحقوقية؟ كتير. لا مش بعض الشيء ده، كل الشيء ما هي مفيش. أو يعني عموما لو في ضغط، لو في ضغط ما كانش الحال بقى كده. يعني معتقل رأي ياخد 15 و20 سنة، ليه؟ ما هي أوجه القصور في عمل المنظمات الحقوقية التي جعلك تقولين مثل تلك الأقاويل؟ ما في يعني المنظمات الحقوقية ما بتضغطش يعني كما يجب على الدول، الدول التي يعني دايما على يعني على طول الخط ان في حقوق انسان، وفي ما فيش. احنا مش شايفين اي حقوق للمعتقل المصري. فين حق المعتقل المصري؟ مع الأسف. سيدة محمد، ابقي معنا في الاستوديو الأستاذ أشرف توفيق، وهو مدير منظمة نجدة لحقوق الإنسان. أيضا هو قام بعدة جولات في مختلف الدول الأوروبية من أجل أن يشرح قضية المعتقلين للعالم الغربي. أستاذ أشرف، سيدة أم محمد تتهم بعض من المنظمات الحقوقية بالتقصير في أداء الواجبات والمهام حيال المعتقلين القابعين حاليا في السجون، فبماذا ترد عليها؟ بداية كل سنة وهي طيبة والمعتقلين كلهم بخير. طبعا هم دول الجنود المجهولين اللي يعني يسعوا خلف أبنائهم دون كلل أو ملل، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم ويحفظهم ويبارك فيهم. المنظمات الحقوقية طبعا في منها منظمات دولية وفي منظمات تعمل في الشأن المصري فقط. كل ما يعني تستطيع أن تقوم به هذه المنظمات هو الرصد والتوثيق حتى نحفظ حقوق هؤلاء، ونطالب طبقا لآليات الأمم المتحدة بالإفراج عنهم أو منع صدور أحكام ضدهم. ولكن الواقع خلاف ذلك، الواقع أن مصر ليس فيها قضاء، مصر ليس فيها أمن، وخاصة بالنسبة للسياسيين يا تصفية جسدية يا إما يقدم إلى المحكمة بلا أدلة وتصدر أحكام. ونتقدم ببلاغات ونتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة وإلى منظمات دولية أخرى، وتصدر التقارير، ونحن نصدر تقارير شهرية وتقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، وكلها يعني مردومة بالانتهاكات. ونخاطب النظام المصري ونخاطب النائب العام ونخاطب آليات الأمم المتحدة المختلفة، ونقوم بعمل مؤتمرات، ولكن كل هذا يصطدم بصخرة الإرادة الدولية. هذا النظام طالما هو مدعوم بدعم دولي مفتوح، يعني مدعوم دوليا بصورة بشعة، وهذا ما يمنع أن يتم يعني تنفيذ ما نطالب به.